الاسم الاول عنه ما بنتحول في الاخبار في الرياضه بكل شي فنجميل برجي برعايه مقهى حكايه كفر قرع برعايه متنزه وقاعات الافراح تل المرح برعايه ديزول بلوس دكان لراحه الزبائن في محطه وقود ديزول صعب برعايه بلدي اربح لك بطاقه الهدايا والامتيازات من محطه وقود ديزول صعبني اعزائي المشاهدين نفتتح حلقه 27 من برنامج بكجيات رمضان بحب اذكركم انه برنامج بكجيات رمضان قرب على الانتهاء تابعونا في الحلقات الاخيره وابكم معنا. رمضان كريم عرفنا على حضرتك ابراهيم حسين شهوان من اكسال احكي لنا شو بتعمل عنا بكفر قرع والله المضبوط انا سمعت كوفي شوب حكايه كثير براديو الشمس حكينا مع صاحب الكوفي شوب صار عندي شوق كثير اني اجي حكيت للاولاد وافقوا على الفكره افطرنا بملفحم وقلنا نيجي نحضر الفيلم وكيف شفت هيك الاجواء هون كفر قرع اجواء كفر قرع ولا اجواء الكوفي شوب كفر قرع يعني انا فتت من الشارع الرئيسي وجيت على المحل دغري الناس كلها رايحه على التراويح في بهجه عيد نوعا ما اما الانطباع كان من الكوفي شوب شيء لا يوصف الحكم زي الشوف يعني حبيت الاجواء هون طبعا بالتاكيد طيب وش احكي لنا هيك عن رمضان عن الاجواء عندك انت شخصيا كيف في صعوبه اللي بقول لك في الصعوبة بكون بضحك عليك والصيام يعني مش هوين ومش صعب أما المشكلة النهار طويل والليل قصير يعني الواحد بالحكش يساوي إشي ما بفطر بمأجل كل شيء بعد الفطور أيار ما أفطر خلص بطل في وقت إنه يساوي إشي وما بصحى حاله ولو سهران للساعة واحدة ثنتين ثاني يوم الشغل تعب وأكيد بالنهار دائما الأخلاق الواحد يعني معصب طول الوقت طبيعي من الجوع يعني جوع وعطش أكيد موجودات طيب شو عندك كلمة تقولها لكل الناس بمناسبة شهر رمضان؟ إن شاء الله بنعاد علينا وعليكم كل سنة نعمة وخير والصيام إرادي وإن شاء الله إنه الصيام بعلمنا كثير شغلات ابني الصغير 4 سنين آدم الحمد لله لليوم ولا يوم أفطر غير يوم واحد أنا أجبرته يفطر وحتى في يوم مشان ما خليهوش يصوم ما صحرتوش مع ذلك صام برضو الكبير 8 سنين الحمد لله صام كل الشهر وبقبلش يفطر ولا يوم حتى لو بقول له افطر اليوم إذا أنت تعبان بقول لا أنا بديش أفطر تعلم من الصغير احنا بنشكرك ومنعيد عليك رمضان كريم الف مبروك هاي هديه منا لك الف مبروك رمضان الله يكرم شكرا بارك الله فيك رمضان كريم عرفنا على حضرتك سعيد دراوشي من اكسال رمضان كريم علينا وعليك احكي لنا شو عامل هون عنا بكفر قرع وكيف شايف الاجواء ايه جينا هون نشوف شو اللي حكوا انه في محل حلو وانه جايين نشوف شو هذا المحل واجواء كثير حلوه طبعا فتره عيد وكل الناس بدها تطلع تودع رمضان تحتفل فيه وان شاء الله انه بيكون عيد سعيد على الجميع طيب شو رايك بهذا التطور انه في سينما سبعيه الابعاد وبمحل عربي شو رايك بهذا التطور ليش لا بالعكس كل احترام وانا انه بنقدر اذا بنقدر احنا ندعم برضه بندعم الاشي يعني من ناحيه معنوي انه برضه بيطلع انه من عربي برضه بيطلع له انه يمشي بهذا الاشي انه ليش انه لا يعني شو السبب انه لا وان شاء الله انه بالنجاح بيكون للمحل ولكل الام العربيه طيب شو انطباعك عن رمضان احكي لي كان صعب كيف شفت رمضان يعني الحمد لله كان بصدر انه ماشي الحال والحام والساعات الطويله والصيام لساعات طويله كيف كان عندك بالنسبه لك انا صراحه بصومش يعني بقدرش اصوم عندي ظروف خاصه اما بس يعني كان جو حلو وايش يعني شكله انه الناس خافت منه اللي كان بالبيت ما كانش عنده مشكله اما شوي العمال بالحم وشوي كان صعب طيب شو عندك كلمة تقولها لكل الناس بمناسبة العيد بمناسبة شهر رمضان؟ بحكي كل سنة وانتم سالمين وان شاء الله انه نعاد عليكم بالصحة وبالسلامة وان شاء الله انه بكون عيد سعيد على الجميع يا رب. ان شاء الله رمضان كريم وكل عام تبقى ألف خير. انت بخير. ليس الصيام امتناع الأكل والدخان بل الصيام الذي من ليس يؤذينا. واحفظ حقوق الرحم والأهل والجيران وعود لسانك كلام الصدق نجينا لا تستغيب المغيب تفسد الإحسان ووعى النميمي عجنم تودينا
وياك حب الأذى لا تؤذي أي إنسان. أزكي صيامك زكاة للمستحقين، وإن صنت نفسك قضيت الشهر بطمئنان. رمضان كريم، عرفنا على حضرتك. رائد الصلاح من زلفة. احكي لنا شو بتعمل عنا هون كفر كرع وبراي فاشن. كفر كرع جوه حلو مليح، ورمضان حلو فيها، وبلد متقدمة متطورة وفيها يعني الأسواق مليحة ماشي. عاجبك الجو برمضان عنا هون كفر كرع؟ عاجبني جدا كل كفر كرع. طيب حكينا شو بتحضروا للسنة الدراسية وللعيد للأولاد؟ حضرنا كتب، حضرنا كل شيء برمضان، والسنة الدراسية إن شاء الله سنة خير على الكل وعلى الجميع، وجهزنا الكتب وجهزنا كل شيء، الملابس للعيد وكل شيء. ومش حاسس هيك في عبء شيء صعب شوي لأنه كل المناسبات أجت مع بعض؟ صعب على الجميع، صعب مزبوط. الوضع المادي طبعا للناس مش منيح، بس بدها تمشي الناس طبعا على الموجود. طيب شو عندك كلمة تقولها لكل الناس مناسبة شهر رمضان؟ أنا بقول للناس كل عام كنتم بخير وإن شاء الله على سعادة وخير وبتم وعيد سعيد. شكرا لك، كل عام بخير. لك هدية منا من حكاية، ألف مبروك، رمضان كريم. رمضان كريم، الله يبارك فيك. رمضان كريم، عرفنا على حضرتك. اي طاهر كبهاي من الكطاف. احكي لنا شو بتشتغل. اي انا بشتغل طباخ قاعة ميسرين الله افراح، وجو رمضانية طبعا فلافل حمص فول عندنا هنا في البيت، شوفر كرع فاتحين، واضح احنا جايين نتسوق نشتري لواعي للاولاد. طيب بطبيعة عملك شيف طباخ كيف هيك بتشوف صعب برمضان، في أشياء بتختلف بتزيد؟ طبعا رمضان صعب شوي على الكل، من ناحية كل شيء يعني بالصيف يعني شوي صعب جدا، يعني هاي الشهر 8 أصعب أيام في السنة. طيب بتعتمدوا هيك أكلات جديدة متنوعة برمضان مختلفة عن الأيام العادية؟ هذا إشي أكيد طبعا. أنا بشتغل على هوا الطلبات، يعني على هوا الزبون شو بده، وجو رمضانيات يعني يوميا يبقى عنا جاج جريل، حمص، فول، فلافل، سلطات من جميع الأجناس. في إقبال من على الناس؟ إقبال جيد جدا الحمد لله. إقبال الناس. طيب شو عندك كلمة تقولها لكل الناس بمناسبة شهر رمضان؟ بقول كل الناس كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يا رب نعود علينا رمضان اخرى مره لسنه الجاي، وان شاء الله نلتقي مع جميع الناس وجميع الزباين وجميع اللي بيشتروا من عنا، وكلهم اهلا وسهلا بيهم. شكرا لك رمضان كريم، واحنا بنعيد عليك بهديه من حكايه، الف مبروك رمضان كريم. طيب شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. وانت بالف خير. تسلمي. رمضان كريم، عارفين على حضرتك. مرت الطباخ من الخطيب. احكي لنا هيك شو عامله برمضان، كيف الجو؟ بجو منيح الحمد لله، بسادر كيف الدار احنا والبنات. كيف انت بتحضر اكل بالبيت، بتاكله بالبيت ولا من اكل؟ بناكل بالبيت، بناكله بالخطيب طبعا. بتحبوا تنوعوا يعني؟ من نوع هيك مره هيك مره هيك، سلطات، مخللات، طبيخ يعني. طيب كيف بتحس الجو هيك صعب عندك خلال تحضير الاكل؟ صعب ولا كل واحد صايم ودايق 19 ساعه صوم طبعا، يبقى الواحد تعبان صعب.
واحكي لي هسه شو بتحضروا للسنه الدراسيه؟ سنه دراسيه ومنحضر للعيد مثل كل عام انتم بخير وخير. او هيك حاسه بضغط عشان الوضع وانه مناسبات مع بعض؟ طبعا ضغط في مدارس وعيد واولاد وكله طبعا ضغط. طيب شو عندك كلمه تقولها لكل الناس بهالمناسبه؟ للناس كل عام انتم بخير ان شاء الله، وسنه خير ان شاء الله، رمضان الجاي كرمضان كريم علينا وعلى كل الناس بخير. شكرا لك، رمضان كريم. رمضان كريم. شكرا. في صوم مقبول عند الله منشي وحلوي صلاة النبي، حلوي صلاة النبي طا ولد عدنان شافع بنا من لهب حر النيارينا، ولكل صائم تحيي ورد بستان من قول شاعر بنغماته يسلينا، ومن قبل يختم قصيده بالزجل يا اخوانا ذاب الليل بدعي الله يعطينا. كل عام انتم بخير ورمضان كريم، ان شاء الله بنعاد علينا وعليكم بالصحه والسلامه. كل عام انتم بخير. انا مؤيد مصر. احكي لنا شو بتعمل هسه بعد ساعات الافطار في حكايه؟ يعني اول شيء طبعا اكيد بعد الافطار صلاه التراويح، بعد الواحد بتريح له شوي وهيك، وبعد طبعا زي بيطلع الواحد طلعه بسوي له شغله قضي الوقت. طيب حضرتك شو بتشتغل؟ انا محاسب. كيف هيك الشغل بتشوفه صعب خلال الصيام؟ لا انا حسب رايي عادي طبيعي، ما بيأثرش علي الصيام بالمره ولا اي شيء. طيب مش شايف انه في ضغوطات من ناحيه اقتصاديه بسبب المناسبات العديده الموجوده هسه في وقت واحد؟ ايه في منه في ضغوطات في شغلات، اما اخرى مره الحمد لله ربنا بيسرها. طيب وشو رايك باجواء رمضان في كفر قرع؟ كيف شايف الاجواء؟ حلوه؟ الاجواء حلوه الحمد لله، ممتازه، طلع شهر حلو وشهر ممتاز ربنا بارك فيه، شهر حلو اللمه فيه حلوه، الاشياء هي بتلكي بتشوف بتصرح معك بتطلع كل هالشغلات. شو بالنسبه لك رمضان بكلمتين؟ رمضان اشي حلو بيجمع الناس، لمته حلوه اجواءه حلوه، في صلاة التراويح طبعا شغلة حلوة، بتقرأ قرآن بتتعبد أكثر، شهر ربنا خصه يعني بشغلات معينة وشغلات حلوة. كل هاي الشغلات بتصلي التراويح؟ أكيد. وين بأي جامعة بتصلي؟ أنا في صندحاوي. طيب كيف بتشوف هناك الأجواء؟ في ناس كثير موجودين بجامعة صندحاوي، بتشوف إنه في إقبال؟ في إقبال أما مش كافي، في إقبال بتمنى إنه يكون أكثر. حب تشوف أكثر ناس؟ إيه طبعا أكيد. طيب شو عندك كلمة تقولها لكل الناس بهالمناسبة؟ بهالمناسبة كل عام وهم بخير، وإن شاء الله بنعاد علينا بخير وصحة وسلامة، إن شاء الله بيجمعنا دائما أهل البلد على الخير والمحبة، إن شاء الله بيجمعنا بكل يد واحدة، بنحب بعضنا بنتعاون مع بعض، بنبعد عن كل الأشياء اللي هي مش صحيحة. إن شاء الله رمضان كريم وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير وعليكم، شكرا لك. أعزائي المشاهدين كنا في حلقة 27 برنامج مجزيات رمضان، بتمنى أن الحلقة تنال إعجابكم، تابعوني في الحلقات النهائية من برنامجنا، دائما معكم رجاء عبد الرؤوف ولكونا غدا.